لمناسبة الذكرى المئوية الأولى للمجازر الأرمنية، أقيم قداس في بطريركية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، قال خلالها كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس أرام الأول كيشيشيان: إننا لن نعتبر تركيا عدونا، ولكن لنا مطالب محقة وعادلة منها، وما نريده هو العدالة. نحن ممتنون لإخواننا العرب الذين فتحوا ديارهم أمام الناجين من الإبادة والمجازر. وبعد القداس انطلقت مسيرة من أمام المطرانية باتجاه الملعب البلدي في برج حمود، حيث أقيم مهرجان خطبي. نجتمع اليوم لنتذكر كي لا يتكرر. نجتمع اليوم لنتذكر ونذكر. هل هناك حق أبسط وأرزق من حق الشعوب في تقرير مصيرهم؟ إنها أمانة الأجداد أولاً، لن نخونها. وفي حديث لتلفزيون مستقبل، حيا البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي الشعب الأرمني الذي ولد من الركام. بدي حيي الشعب الأرمني اللي ولد من الركام وعمل دولة وعمل وطن وعمل كيان حافظ على وحدته، هو أمثولة لكل الشعوب. وما نخاف أبدا من الألم إذا إجا، لأن الألم لازم يولد حياة جديدة، بس نحن ضد الألم لأي إنسان. لولا ما كانوا كل سنة يعملوا هالذكرى ما كنا وصلنا لليوم، وهيدا بتهز الضمير العالمي. كلام الراعي جاء خلال مشاركته ووفد رسمي لبناني في إحياء المئوية الأولى في أرمينيا.